مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج العشية. أكيد حرفكم أنا زميلي محمد الطيب. أكيد مواضيع جديدة وفقرات جديدة اليوم حتكون. مرحبتين بك عمار وأكيد مرحبتين بالجميع. طبعا اليوم حتكون الحلقة الأخيرة من الحلقات المباشرة قبل رمضان إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى، فنتمنى أنها تكون طيبة. زلت غدوة علي محمد الطيب. لا من الحلقات المباشرة بشكل عام. غدوة وبيست أوف. يس. أكيد اليوم حيكون عندنا أخبار متفرقة. 33 عاما على رحيل الملك إدريس السنوسي. الفنان النحات الليبي علي الوكواك في ضيافتنا. تأثير السياسة على الفن والعكس حيكون أحد فقراتنا اليوم. وجوائز البيلبورد حديث الساعة. حنكتشف مع بعض أعمال منظمة جرو أكيد ونشاطاتها الأخيرة. وزي كل أسبوع شباك التذاكر الأمريكي. نبدو بالأخبار المنوعة. نمشي لأول خبر محمد معنا اليوم، وهو أكيد طبعا حيكون عندنا مجموعة من الأخبار من مختلف المناطق والمدن الليبية، وأبرزها أو أول خبر هو 33 عام على رحيل الملك إدريس السنوسي في منفاه. تقرير يحكي أكثر عليها الشخصية. قبل 33 عاما ودعت ليبيا ملكها وموحدها المنفي خارج حدودها ليموت غريبا وبعيدا ويدفن في البقيع، السيد إدريس السنوسي الذي ورث قيادة الحركة السنوسية عن جده المؤسس، كبر بها حتى وصل ليكون أميرا سياسيا لبرقة ومن ثم ملكا على كل ليبيا. إذا شعبنا الكريم قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة. طوال فترات حكمه انفرد الملك الراحل بمميزات استثنائية، فقد كان الحاكم الوحيد لدولة نفطية غنية كشفت الأيام عدم تملكه لأرصدة أو حسابات مصرفية خارج ليبيا، كما أبعد عائلته عن السلطة نهائيا، بل إن قرار الإعدام الوحيد طوال مدة زعامته كان من نصيب ابن عمه، وألغى لفظ الجلالة السابق لاسمه، كما تميزت ليبيا في فترته بريادتها لكثير من القطاعات في الوطن العربي كالطيران والشرطة والمصانع المختلفة. بعد انقلاب 69 واستيلاء مجموعة الضباط الأحرار على السلطة الذين عسكروا البلاد وقلبوها رأسا على عقب، لتنتقل ليبيا من مرحلة ريادة إلى مرحلة انحطاط تضررت فيها كل القطاعات والمؤسسات أهمها التعليم والصحة، وصارت دولة بلا دستور ولا قانون طوال 42 عاما، وامتدت حتى الثورة الليبية التي زادت الأمر سوءا وتعقيدا. مات الملك، ولكن لم يأتي ملك آخر، بل توالت مجموعات تبني أمجادها على حساب الوطن. رغم الفترة القصيرة اللي حكمها الملك إدريس أو حكم ليبيا الملك إدريس، إلا أن يؤكد التاريخ عمر ويؤكد المؤرخين يعني أكثر السنوات اللي كانت فيها ليبيا بداية درجات الازدهار، سواء التعليم الصحة والثقافة بشكل عام في الدولة. هو محمد بغض النظر أن في ناس تأيد الملك أو تقول أن الملك كويس أو مش كويس، ولكن كل يتفق بأن فترة الملك إدريس كانت ليبيا رائدة في عدة مجالات زي ما حكيت أنت، بالإضافة للطيران ومجالات تانية، يعني كانت رائدة على المنطقة كلها مش بس على شمال أفريقيا، حتى على منطقة الخليج والشرق الأوسط بصفة عامة. ما زال في فرصة بأن يكون في ليبي زي ملك إدريس رحمة الله عليه، أنه هو قادر يبني الدولة على أسس حقيقية ومؤسسات دولة حقيقية. نمشي لخبر تاني. فرحة وبهجة عمت غات إثر أمطار الخير التي خلفت سيولا روت أشجارها ومزارعها. خلونا نشوف التقرير. سيول خلقتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على غات وغمرت مساحات واسعة من أراضيها وبساتينها الزراعية في محيط إسين والبركة وتهالة، فروتها بمياه الحياة وأنعجتها. السيول طبعا تأتي إلينا كل عام، وأحيانا في العام 3 مرات، وأحيانا تغيب، وطبعا من أفضل الأشياء التي نفرح بها أن أغلب البساتين موجودة في منطقة إسين، وهذا السيل يغذي منطقة غات ومنطقة وحوض مرزق أيضا، يعني حوض مرزق يستفيد من هذا السيل الكبير المبارك.
مياهها تنساب بحرية لتتجه صوب مزارع وأشجار أنهكتها حرارة الصيف فروت عطشها. سيول غات سببتها أمطار الخير التي بلغت حدا يكفي لري أشجارها ومدها بماء الحياة بعد القيض. أجواء من الفرحة والبهجة عمت منطقة السيول التي هب أبناء الأحياء القريبة منها لاستغلال مياهها في الترويح عن أنفسهم، فارين من لهيب الصيف لأجواء المطر. الأجواء زي ما تشوفوا هذه منطقة سيان تازرك بالتحديد، أهم الشباب ما شاء الله خيرات ربي، وإن شاء الله نتفائلوا خير، وإن شاء الله هذه تعم الفرحة لكل الليبيين واهم الشباب ما شاء الله والعائلات. من درجة الحرارة في منطقة غات وهو اليوم جولي منطقة سين، الأجواء فرحة إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله الخير لربوع ليبيا بالكامل إن شاء الله. تتسبب السيول إذا ما تحولت إلى فيضانات في أضرار لا تحمد عقباها، لكنها في غات جاءت بكميات معقولة من المياه فروت أشجارها وأدخلت البهجة على قلوب أبنائها. أمطار غزيرة شفناها في مدينة غات روت، الأشجار وفرحت حتى الصغار زي ما شفنا في التقرير اللي قبل شوية. رومان عمار، ممكن التوقيت هذا في ليبيا يعتبر يعني الصيف نادر ما تهطل الأمطار بشكل كبير، صح. يعني عندنا أمطار خفيفة لكن أمطار توصل بالسيول هذا خاصة يعني في منطقة غات، فممكن هذا ما نحن نقوله من نصيب ومن يعني الأشجار اللي ممكن فترة الصيف أنهكتها زي ما ذكر في التقرير. جديات، ونتمنى أكيد تزدهر المنطقة من ناحية الزراعة بها المياه اللي نزلت جديد عليهم. اختتمت بهيئة الرقابة الإدارية بمدينة البيضة دورة التدريب والتطوير، وذلك حرصا منهم على تطوير موظفين الهيئة. تقرير يوضح أكثر هالدورة هذه. حرصا على دور الرقابة الإدارية في تسيير أعمال المرافق وضمان سير العمل بطرق حضرية، اختتمت بهيئة الرقابة الإدارية بمدينة البيضاء دورة التدريب والتطوير، تضمنت محاور من أبرزها قانون رقم 20 لسنة 2013 لإنشاء الهيئة الرقابية. والله بالنسبة للدورة كانت دورة يعني كانت نظام محاضرات مكثفة فيها استفادة بصراحة، يعني استفدنا من الناس اللي عندهم خبرة قبلنا، وكانت في محاور متعددة يعني مثل قانون رقم 20 سنة 2013، وكانت على كيفية عمل الرقابة، وكانت يعني فيها استفادة بصراحة. وفي سياق إرساء أسس العمل في المجال الرقابي، تم التجهيز لهذا البرنامج التدريبي لعدد 140 موظفا وموظفة من أصل 250 بكافة فروع الهيئة الرقابية على مستوى ليبيا، كما تم إعطاء هذه الدورات من قبل المحاضرين المختصين من أعضاء الهيئة المخضرمين. السادة محاضرين، هذه من أهم المواضيع اللي لازم نركزوا عليها، بأن دائما الموظف اللي في المؤسسات الحكومية اللي يشتغل في الإدارة عمار يعتقد الناس بأنه هو شغل روتيني اللي عنده ومش محتاج إلى التطوير، وهو مسألة مستندات وأوراق ذهاب وحضور، أوراق تخش أوراق تمشي، مراسلات وانتهي الموضوع. لا، التطوير هذا نفسه هو الموظف اللي يشتغل في المؤسسة هو من شأنه يطور الهيئة بشكل عام ويطور المؤسسات بشكل عام. بالإضافة محمد، بتنساش أن حتى الوسائل المستخدمة في الشغل نفسه تطلع كل يوم وتتطور وتتحدث، وحتى طريقة الشغل وطريقة تنظيم الشغل نفسه شغل الموظف تتغير مع مرور الزمن، فلهذا لازم حتى هو يعني يكون عنده أبديت أو إحنا على اطلاع بكل شيء نازل جديد، بكل الطرق الحديثة سواء في سير عملية الشغل أو غيرها. فلازم تطوير وتدريب الموظفين بدل ما هم زي ما قلنا احنا مخلينهم بالسنوات يشتغلوا في نفس الوظيفة ونفس الأسلوب ونفس كل شيء. مظبوط عمار، ومش شرط ان الموظف يستنى ان هي الهيئة توفر له دورة، لأن زي ما نعرفوا بأن الكل يتحجج بالسيولة، يتحجج بالمشاكل الأمنية، يقدر الموظف نفسه يخش على الإنترنت طالما الإنترنت متاح، ويخش على دروس عبر اليوتيوب ودروس عبر حتى المكتوبة يعني تنزلها PDF، أفكار جديدة الموظف كيف يشتغل ممكن في الدول المتحضرة عمار، كيف يتعامل مع الزبون، شو قيمة الزبون بالنسبة لي، هذا طبعا ممكن يسهل حتى شغله بشكل عام. هذا طبعا كان متوفر الإنترنت في الهيئة أو في المؤسسة في اللي يشتغل فيها مشكلة في الموظف بأي مكان
ممكن لاحظت احنا وصلنا للمساله الحجريه في ليبيا، العهد الحجري اكيد في انترنت في بعض المناطق، مش كل المناطق. نمشي لخبر ثاني وحتى هو له علاقه بالتدريب، بحيث اقام مركز الخبره والبحوث من المنبثق من وزاره العدل ندوه بقاعه المعهد العالي للمهن الطبيه، والذي اشرف على القائها الخبير الدولي في امن المعلومات المهندس محمد حضرمي، والذي يقدم عده ندوات حول الجرائم الالكترونيه والعلوم الحمايه المعلوماتيه. الى التقرير. تستقبل مدينه البيضاء الخبير الدولي في امن المعلومات المهندس محمد حضرمي بندوة أقامها مركز الخبرة والبحوث المنبثق عن وزارة العدل بقاعة المعهد العالي للمهن الطبية. الموضوع كان حول الجرائم الإلكترونية وعلوم الحماية المعلوماتية وكيفية التعامل معها وفق قوانينها، واستحداث المعامل الرقمية التابعة لإدارة مكافحة الجريمة بمدينة البيضاء وبنغازي وطرابلس، وبإدارة الخبرة القضائية والبحوث والتطوير من خبراتها وكفاءة الطاقم العامل بها، وتسليط الضوء على كيفية الحماية من الهكر في الشبكات المعلوماتية، وتقديم النصائح والإرشادات حول الوقاية من الخروقات التي تواجه بعض مستخدمي الشبكة المعلوماتية. يعتبر جانب مهم في مجال الطب الشرعي، في كون يعني بقضايا سرية سواء كانت في مجال الطب الشرعي أو في المجالات المالية كما ذكر سابقا، تعتبر سابقة علمية. وأتمنى من الحضور أو من المشاهدين الكرام الاطلاع على البرامج التي يتم ذكرها في هذه الندوة، لأنها ستضيف الكثير الكثير لأي شخص في مجال عمله بالأخص وزارة العدل. حضر للندوة نخبة من القانونيين ورئيس مركز الخبرة القضائية وأطباء شرعيين، إلى جانب رئيس إدارة التحليل الكيميائية وبعض المهتمين بالشأن الرقمي والمعلوماتي وأصحاب الاختصاص والباحثين بالمدينة. جسد طلبة الجامعات الليبية نموذجا رائعا للوحدة التي تفتقر إليها ليبيا خلال المؤتمر الأول للاتحاد الطلابي، طبعا لشهد حفلة الختام انتخاب رئيس الاتحاد محمد من أيام بسيطة، بس احنا جبنا خبر على هذا الملتقى الكبير. في يوم الختام تم انتخاب رئيس لاتحاد الطلبة، خلينا نشوف تقرير يوضح أكثر. يلا. طلبة الجامعات الليبية وعلى اختلاف توجهاتهم ورؤاهم السياسية جاءوا من مختلف أنحاء ليبيا ليرسلوا للساسة رسالة مفادها أن الطلبة كل واحد ضاربين بوحدتهم، مثلا يحتذى به في زمن الشقاق. اليوم كانت فعاليات اليوم الختامي للمؤتمر الأول للاتحادات الطلابية، وإن شاء الله يا رب يكون بداية للم شمل الليبيين وتوحيد صفهم وجعل كلمتهم كلمة سواء. ونحن الآن بحفلنا ختامي اليوم وصلنا رسالة إلى السياسيين أجمع بأن الاتحادات الطلابية كانت صفا واحدا ويدا واحدا. هؤلاء الطلبة اجتمعوا على مدار أيام ثلاثة شهدت فعاليات المؤتمر الأول للاتحادات الطلابية بالجامعات الليبية، الذي تم اختتامه بحفل عقد في طرابلس بحضور جمع من الشخصيات الفاعلة ومسؤولين رسميين، إضافة لعدد من عمداء ووكلاء الكليات الجامعية. بداية يعني وأخيرا التأم الشمل واجتمع كل اتحادات طلبة ليبيا لاعتماد اتحاد عام لطلاب ليبيا منتخب من القاعدة الطلابية، ويأتي هذا الملتقى تتويجا لعدة جهود بذلت لأكثر من سنتين في سبيل لم شمل الاتحادات الطلابية واعتماد اتحاد عام لطلبة ليبيا يمثل كل الطلبة الليبيين ويكون عاملا مساعدا لكل الطلاب لهم في قضايا ويعمل على تبني قضاياهم ومتابعة.